صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير يا وطن، صباحكم إن شاء الله جديد وسعيد مليء بالحب والسعادة في هذه الحلقة الجديدة اللي راح نتناول فيها إن شاء الله مواضيع مختلفة ومتجددة وفي مختلف الفقرات والعناوين الأسبوعية والرئيسية. في بداية صبح عليك يا وعد، يسعد صباحك خلود، إن شاء الله صباح مميز لك اليوم إن شاء الله وللجميع يا رب، وكل أمل وتفاؤل، وصباحكم طبعا كل محبة وسعادة مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون في الجيرة. نطلع عليكم مجددا طبعا اليوم بتمام الساعة 10 لين الساعة 12 من برنامجكم صباح الخير يا وطن. لا تنسوا انكم تشاركونا ارائكم وتعليقاتكم على هاشتاج صباح الخير يا وطن، وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي fujairatv.uae من الفيسبوك وفجيرة تي في لموقعنا على الانستغرام. بالفعل، واحنا حابين انه نشارككم ان شاء الله هذا الخبر اللي راح تتم تغطيته ان شاء الله في حلقه بكره تحديدا ان شاء الله من صباح الخير يا وطن. راح يكون بث خاص وحلقه صحيح. خاصه، وليش ما تخبريهم عن الموضوع بعد؟ اكيد راح يكون هناك تغطيه خاصه بانطلاق مؤتمر تحت رعايه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيره. راح تنظم هيئه الفجيره للثقافه والاعلام غدا الملتقى الوطني الثالث تحت شعار حمد الرؤية والريادة، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 46. بالفعل، ومن المقرر مشاهدينا أن تتضمن أعمال الملتقى جلسة حوارية تناقش كيف تبنى الرؤى وكيف تحققت الريادة، ورح نتعرف أيضا من خلال هذا الملتقى على مسيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة في بناء الوطن. أكيد يا خلود، مثل ما قلنا مشاهدينا رح يكون معاكم في بث مباشر غدا من فندق نوفوتيل الفجيرة. رح ننقل لكم أيضا فعاليات هذا الحدث من خلال حلقة خاصة من برنامجكم صباح الخير يا وطن، وإن شاء الله رح نكون معاكم على نفس الموعد من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا طبعا بتوقيت دولة الإمارات. وخلونا في البداية يسعدنا أكيد نصبح على الزميلة بتول. يسعد صباحكم وعد خلود. طبعا من طول الغيبات جاب الغنايم. أيوة الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب، خليكم، اشتقت لكم كثير واشتقت لمشاهدينا ولجولاتنا الصباحية اللي بنعملها كل يوم على أخبار الصحف. وأنا كمان اشتقت للشيف وديع. صباح الخير شيف. صباح النور والسرور. هلا كيفك؟ تمام شيف. اليوم انت عملت اكلات بغيابي طيبه كثير، وانا مريضه وما دللني بصراحه. سلامة ولا قلبك. عمل لي شوربه ولا غراوي ولا اليوم شو عملنا؟ الحمد لله على السلامه. الله يعني يسلمك. يعني سلامتك، الف سلامه. وطبعا لو قلتي لي يعني انا حاضر جاهز لاي شيء تكرم عيوني. تسلم يا شيف. وطبعا بنصبح اعزائنا المشاهدين انكم صباح النور والسرور. طبعا احلى صباح بهالايام الحلوه الجميله، طقس حلو يعني وايام حلوه. وطبعا صباح الخير يا وطن بيعطينا اشياء جديده، ودائما في تقدم وفي سباقين لكل الاعمال الطيبه والتميز. بتول طبعا اعزائنا اليوم مثل ما بتعرفوا عاملين اليوم طبعا دجاج مع البطاطا بالفرن، يعني مع الثوم والحامض مثل ما بنعملها ببلادنا، يعني كثير لذيذه. وعاملين كراويه مغلي، يلي بكون مثلا خلقان عنده ولد صغير او شيء، ست البيت بدها تعمل كراويه كذا هيك كيف نظبطها. يعني حبيت اليوم انا اعلمهم كيف عم نعمل الكراويه المضبوطه 100% على المقادير الصحيحه. وطبعا بنقول لكل مشاهدينا تابعونا في سياق الحلقه وشوفوا شو كيف الاكلات اللذيذه، وبنرجع بنصبح على وعد وخلود. احلى صباح لكم. يسعد صباحك يا صباح وديع. طبعا الكراوية من المشروبات الشتويه بعد، يعني هي لا تقتصر على خلينا نقول مناسبات الولاده وشي. فمشاهدينا ان شاء الله في سياق الحلقه راح نكون مع شيف وديع نتعرف على طريقه تطبيق طبقنا اليوم. راح نتكلم اليوم في فقره مميزه وخاصه بيوم الثلاثاء لفقره تطوير الذات لهذا الاسبوع، نتحدث عن مفهوم السعاده، وايضا راح نتعرف من خلال موضوعاتنا اليوم على العلاقه بين الفن والادب.
طبعا بالإضافة لموضوعاتنا المتنوعة وفقراتنا من فقرات الصحة اللي بنعطيكم فيها يوميا آراء ونصائح طبية وصحية طبعا حول أهم الأمور الصحية. وطبعا ما ننسى فقراتنا مع كل من زميلة نوار، طبعا فقرة كل مرة في إمارة اللي استعرضناها أمس طبعا رح تكون معنا إن شاء الله غدا، وأيضا فقرة تكنو نيوز مع الزميلة شيماء اللي رح تكون معنا إن شاء الله اليوم في خلال الحلقة. ومع بداية كل صباح مشاهدينا ننتقل إلى جولتنا الصباحية اليومية ومع الزميلة بتول. صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. جولة جديدة على آخر أخبار الصحف الصادرة صباح هذا اليوم واللي ببداها من الإمارات اليوم واللي عنونت أنشأتها طيران الإمارات باستثمارات تبلغ مليار درهم. محمد بن راشد أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين صرح علمي لتخريج شباب الوطن طيارين محترفين. أكد أن دبي للطيران يتيح للشركات العالمية اكتشاف أسواق جديدة في المنطقة. محمد بن راشد: نشجع فلاي دبي لتكون في مقدمة شركات النقل الاقتصادي. وهزاع بن زايد افتتح ايدبك 2017 بمشاركة 2200 جهة عارضة و27 جناحا وطنيا. محمد بن زايد: نحرص على تطوير قطاع النفط والغاز واستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. وننتقل إلى صحيفة الخليج والتي عنونت حمدان بن محمد دور بنات الإمارات مصدر فخر، حيث أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أن دور بنات الإمارات في خدمة الوطن هو مصدر للفخر والاعتزاز. قال سموه في تغريدة على تويتر: دور بنات الإمارات في خدمة الوطن مصدر للفخر والاعتزاز. الضابط أول طيار الشيخ موزة بنت مروان آل مكتوم، وأرفق سموه صورة تجمعه مع الضابط أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم. نهيان بن مبارك: التسامح المكون الأساسي لدولة الإمارات. وانتقل إلى الفجيرة اليوم والتي عنونت: الفجيرة للإحصاء ينفذ مسح القوى العاملة لإمارة الفجيرة 2017. ونبقى في الفجيرة اليوم والتي قالت: إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تسهيل وتوصيل معاملاتها لكبار السن. وإلى البيان والتي اختتم بها هذه الجولة: تستقبل محبي الطبيعة والزهور على مدار 6 أشهر متواصلة. ميريكل جاردن تفتتح الموسم السادس بخمسين مليون زهرة، حيث تستقبل دبي ميريكل جاردن أكبر حديقة للزهور في العالم محبي الطبيعة والزهور خلال الموسم السادس ولمدة 6 أشهر متواصلة بخمسين مليون زهرة من 120 صنفا من الورود. وقد تمت زيادة أعداد الزهور في دبي ميريكل جاردن هذا الموسم بنسبة 20% على المواسم السابقة، ويمكن للزوار هذا العام الاستمتاع بحقول زهور دوار الشمس التي يعشقها الملايين حول العالم، كما يمكن للزوار مشاهدة تصميم عملاق لدمية دب ارتفاع 12 مترا والعديد من التصميمات ثلاثية الأبعاد المغطاة بالزهور. أما الآن أنتقل إلى المركز الوطني للأرصاد ومعي من هناك محمد الخاجة. صباح الخير. صباح الخير، يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك، يا ريت تعطينا جولة على أحوال الطقس. إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لحالة الطقس إن شاء الله سيكون صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا، والرياح نشطة في البداية فوق البحر مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام مع المساء، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب على بعض المناطق الوسطى والغربية. بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله في الخليج العربي سيكون مضطرب إلى متوسط الموج في البداية، يصبح متوسط الموج مع المساء ومتوسط الموج بوجه عام في بحر عمان. درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 28 إلى
34 درجة مئوية، والصغرى غدا صباحا ما بين 17 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية. هذا والله أعلم. شكرا لك محمد الخجك، وتمعنا من المركز الوطني للأرصاد. مشاهدينا هيك خلصت جولة الصباح لليوم، فقرة برنامج صباح الخير يا وطن أكيد مكملة. أما أنا فبقلكم باي. حياكم الله مشاهدينا من جديد، ونبتدي أولى مواضيعنا اليوم مع فقرة تطوير الذات. السعادة هي كل ما نسعى لتحقيقه في الحياة، فجميعنا يبذل الوقت والجهد للوصول إلى هذه الغاية، ولكن هل السعادة مرتبطة بوجود أشخاص معينين في حياتنا أم أنها تنبع من ذواتنا؟ رح نتعرف أكثر مشاهدينا عن قرب عن مفهوم السعادة وكيفية تحقيقها مع ضيفتنا متواجدة معنا اليوم في الاستوديو، الأستاذة فرح مصطفى الهبرة، المدير التنفيذي لمركز النجوم للتدريب وأيضا مستشار تدريب دولي معتمد. أهلا وسهلا بك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. هلا. يسعد صباحك فرح. اشتقنا كثير لهالفقرة صراحة، واشتقنا المواضيع هذه، وسعدين بوجودك مرة ثانية. في البداية يعني لا شك أن السعادة لها مفاهيم عديدة، وكل واحد ينظر السعادة من منظوره الخاص، بس نبغى نعرف اليوم مفهوم السعادة من وجهة نظرك ومن خلال يعني تطلعاتك انت. هلا مثل ما قلت، السعادة موضوع حير الكل، يعني كثير من الفلاسفة والعلماء حاولوا يلاقوا مفهوم محدد للسعادة، وكثير نحن وصغار قرينا قصص وشفنا برامج أطفال بتحكي عن السعادة والبحث عن السعادة. صحيح. السعادة بالواقع هي حالة شعورية داخلية قلبية باطنية، يعني هي شيء من داخل الإنسان، من ذات الإنسان، بتعتمد على ثلاث أطراف أو في ثلاث أشياء بتلعب دور بتحقيق السعادة: الصلح بين الإنسان ونفسه، والتصالح بين الإنسان وربه، والتصالح بين الإنسان والآخرين. فإذا تحقق هالتصالح مع هالثلاث جوانب ممكن نقدر نحقق السعادة. هاي التصالح أو هالصلح هو حالة صفائية، حالة عالية من الصفاء. هذا الصفاء الذهني ما بيقدر الإنسان يحققه إلا لما يكون موجه نحو الفضيلة والخير، يعني يكون فعله خير، قوله خير، نيته خير، قلبه مليء بالحب أيضا. أيوة، في سلام. في ناس بيقولوا لك انه السعاده مرتبطه بالمال، مرتبطه بالقوه، بالسلطه، ماديات. ممكن تكون هي مسببات للسعاده ولكنها ليست السعاده، وهي مسببات زائله، يعني ما فينا نقول انه هي اساس السعاده. السعاده فيها تكون وقتيه، ولانها ايضا مثلا تحتمل النعمه والنقمه، يعني المال مو دائما نعمة، ولو كانت السعادة بالمال ما كنا شفنا ثري تعيس وفقير سعيد. فأفضل وصف للسعادة نقوله الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ما كان الإنسان متصل بالمصدر أكثر، كل ما كانت سعادته أكثر. وخليني أحكي لكم عن فلاسفة قدام حكوا عن السعادة. تولستوي قال إن السعادة، أو قد نبحث كثيرا عن السعادة وهي قريبة منا، كما نبحث عن النظارة في كثير من الأحيان وهي على أعيننا. أرسطو شاف أنه السعادة هي الخير والفضيلة. والفارابي قال لك السعادة لا تولد مع الإنسان ولكنها هي حالة فكرية وحالة من الوعي. أيضا ابن مسكوي قسم السعادة لجزئين، جزء نفسي وجزء جسدي. قال لك الجزء النفسي هو الجزء الحقيقي لأنه هو اللي متصل مع النفس الإنسانية الروحية، يعني اللي هي تتسم أو تميل للفضيلة والخير. والجزء الجسدي هو سعادة مرتبطة بعالم الحس، لذلك هي سعادة ناقصة بتسبب للإنسان ألم وحسرة. يعني لما نجوع منحس بلذة الأكل، بلا ما نجوع ما منحس بلذة الأكل. صحيح. هاي السعادة الحسية، لما منكون بمعاناة أو بحاجة للمال ومنحصل على المال منحس بقيمة المال. أما الناس اللي بحياتهم المال شيء طبيعي ما بيحسوا بسعادة الحصول على المال. صحيح. لذلك السعادة هي
ببساطة حالة روحانية تنبع عايش مع هالشخص. إنزين فرح، يعني نحن سبق وتكلمنا عن عدة مواضيع ممكن أنها أيضا تثبط من شعور السعادة داخل كل إنسان، لكن فعليا هل هناك أداء للسعادة ومنغصات للبهجة، وهل ممكن أن نربط هذا الشيء بالوعي والأنا؟ أكيد الوعي أو هي الإيجو الأنا اللي كنا عم نحكي عليها قبل، تكلمنا عنها سابقا، هي أكبر عدو للسعادة. لأنه إذا متذكرين لما عرفنا الإيجو قلنا أنه هو حالة ذهنية وهمية بترسم للإنسان صورة معينة، يعني بترسم للإنسان أنه أنت علمك أو أنت مالك أو أنت شهادتك أو أنت بيتك أو سيارتك أو أي شيء منقتني، ونحن بالواقع ما لنا هالأشياء، نحن ما لنا معرفين بهاي الأشياء. بالحقيقة كل ما كان الإيجو عند الإنسان أكبر، كل ما كانت تعاسته أكبر. صحيح. يعني كيف يعني ممكن في كلمتين نقدر نقول كيف ممكن تكون الأنا عدوة للسعادة ومصدر لتعاستنا؟ إذا كل ما كبرت الأنا جواتنا كل ما كنا إحنا تعيسين أكثر. رح أوضح لك كيف ممكن تكون الأنا عدوة أو ليش يعني ممكن تكون الأنا عدوة. الأنا بتعزز مفهوم الانفصال، يعني أنا إنسان منفصل كيان لحالي، أنا محور الكون، حكينا بهالموضوع قبل، وأنا من مصدر أعلى حتى من الآخرين. هذا الشعور بيخلي الإنسان عنده السعي وراء اهتمام الآخرين. إمتى بيظهر هذا الصراع اللي بيصير بين الوعي وبين الأنا؟ إمتى بيظهر؟ لما بتكونوا قاعدين لوحدكم. أي صح. لما بتكوني بوحدة تحسي بوحشة. هاي الوحشة هون شو السبب؟ في صراع بين الوعي الداخلي اللي عندك اللي بيقول لا أنا جزء من الكون، أنا متصل بالمصدر اللي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وصراع بين الإيجو اللي بيقولك أنا منفصل وبدأ الانفصال، هي بتتغذى على هالشعور. هالصراع بيعمل الوحشة والشعور بالخوف أو صح. الشعور بالتعب. أكيد. لما يكون عندنا الوعي كبير نقدر نتغلب على هالشعور، نقدر نتدارك بعد كل شيء، بصير الخوف من الوحشة بيتبدد، لأنه منبطل نسعى أو يكون عنا مجهود لنكمل النقص اللي عند الأنا، يعني نكمل بالعكس بصير عنا الوعي أكبر، منصير عارفين إنه نحنا جواتنا الروح محصنة ومتصلين بالله، وبصير عنا انعكاس لهالروحانية وللنور اللي نحنا متصلين فيه. أكيد ذكرتي شيء وايد مهم، كم هي كلمة ممكن نحن نتكلم أو نقولها أحياناً إن الإنسان ممكن يكون عنده سلام داخلي أو متصالح مع ذاته، سبق وتكلمنا في هالموضوع أو هالجانب، لكن كم من الممكن إن السلام الداخلي يأثر على مفهوم السعادة وعلى ثقتنا بأن نحن أشخاص سعيدين نتعايش على هذه الأرض؟ الثقة الداخلية بتخلي الإنسان عنده إدراك ووعي إنه هو ما بيقدر أو هو ما بيتحكم بالظروف الخارجية، فبيصير بيعرف انه كل المتغيرات الخارجية هي تغيرات سطحية، اما نحن من الداخل يعني عنا السلام اللي ما بيسمح لأي متغيرات تعملنا تشويش، لأي شيء خارجي يعمل تشويش علينا من جوا، منصير نحن عارفين انه مش العالم اللي رح يصنع لنا السعادة ولا العالم اللي رح يجلب لنا السعادة، السعادة موجودة بالداخل من خلال الحالة الصفائية اللي حكينا عليها والاستقرار النفسي اللي كنا عم نحكي عليه. طب حلو، هو الاستقرار شيء مطلوب وكلنا نسعى دائما للاستقرار في حياتنا العملية، في حياتنا المهنية، في حياتنا العاطفية، في شتى جوانب حياتنا، وما في شك انه حياة الانسان متقلبة، يوم يكون لك ويوم عليك على قولتهم، بس يعني هل ممكن جودة الحياة اليومية لو كانت حياتنا اليومية بذات الجودة وكاملة والجمالية فيها كل ما لها بتزداد، هل فعلا هذا بيطفي شعور السعادة لدينا؟ ولا احنا خلاص نصير نتعود؟ هلا في دراسات انعملت على الموضوع وانتشرت بمجلات معروفه مثل السايكولوجيكال ساينس والساينس جورنال، عملوا دراسه لقوا انه الثروه ممكن تعطينا امكانيه الحصول على الاشياء ونقتني الاشياء اللي نحن بنرغب فيها، ولكن بنفس الوقت بتضعف شعورنا بالاستمتاع بهي الاشياء واستمتاع الحصول عليها. ايوه، وفي دراسه اجريت ب 2006 على مجموعه كبيره من الناس على جوده الحياه والدخل، فلقوا انه جوده الحياه والدخل المادي، بدنا نحكي بالماده نحن، بياثر تاثير بسيط جدا
على سعادة الأفراد. يعني هو مؤثر مسبب ولكنه بسيط، مو هو الأساس. مو سبب أو مصدر. كثير يعني من مسبب ولكن ضعيف. كثير من الأشياء ممكن أنها تكون في حياة الشخص، حتى يعني خلينا نقول نحن دائما الأغنياء أو اللي لديهم ثروة مالية كبيرة، لو تحققت لهم الرغبات في الحياة ممكن أنها شيء ليس بشرط أن يحقق لهم السعادة، لأن دائما نحن ممكن نقول أن راحة البال هي السعادة. فبعد في أشياء يعني ممكن الشخص يكون محروم منها عدا عن ذلك. هي مثل ما قلتي يعني أن الشخص يكون مقتنع في كل الأشياء التي يملكها ويطمح بأشياء ممكن أنه أحب يرغب أنه يأخذ. حتى لو كانت بسيطة جدا. أي أكيد. أكيد. صحيح. إنزين مثل ما ذكرت خلود قالت عن الأشياء اللي ممكن نحن لو كانت حياتنا كل يوم مثالية، لكن أحيانا ممكن بعض الأشخاص مثل ما رجعنا وقلنا عن المال إن بعض الأشخاص ممكن أن يفكر السعادة فقط في حصوله على المال، يعني إن لو هو محروم من بعض الأشياء هالشيء بيمنع بيحرمه بعد من السعادة وبيشعر نفسه في التعاسة يعني في نفس الوقت لأنه ليس لديه المال. فهل تكمن السعادة فقط في المال أحيانا عند بعض الأشخاص؟ هلا في ناس بينخدعوا بهالشيء بيفكروا انه هن المال السعاده بالمال، ولكن بعمرهم ما بيعيشوا بالسعاده لانه على طول هن المال عندهم مصدر السعاده، فهن على طول بسعي وراء هذا المال، بسعي وراء يعني زياده كميه المال اللي عندهم او الحصول على المال، واذا خسروا بتصير عندهم تعاسه وبرجعوا ببذلوا مجهود اكثر للحصول على اكثر من المال، فهن بحاله السعي دائم خلف السعادة ولكن هنا ما وصلوا لها. يعني هنا مفكرين انه هون السعادة فهنا عم يسعوا وراءها، ولكن هل هنا سعداء لما تسأليهم باللحظة بيقلك لا. متوهمين انهم عايشين هذه الحالة النفسية من السعادة، رغم انه احنا اليوم في يوم من الحالة الحمد لله يعني تعددت وسائل ومصادر الحصول على المال، صار الانسان صار الواحد فينا عنده طرق كثيرة ممكن يحصل من خلالها على المال ويحقق كل الاشياء اللي هو اللي يتمناها، ومع ذلك في المقابل مع الأسف نشوف حالات كثيرة من التعاسة والإحباط في هذه الأيام. يعني ليش تتوقع منتشرة هذه الظاهرة؟ بيشبه المثل اللي هلأ ذكرته لوعد عن السعي خلف المال. علاقة التعاسة هاي اللي مربطة عند الناس هي مربطة أيضا بالإيجو. خلينا نقول إنه الإيجو لما عرفناه ببداية الحلقة قلنا إنه بيعرفنا بأشياء معينة منقتنيها بالحياة. هاي أهداف الإيجو اللي هي موجودة عند معظم الناس، للأسف معظمنا عنده هدف معين شايف سعادته فيه، مال، شهرة، منصب، علم، شهادة، زواج، صح. حب، كلياتنا عندنا هالشيء اللي معرفين سعادتنا فيه. هاي الأهداف تتعارض مع أهداف الروح، يعني خلينا نقول إنه الإيجو أهدافه القوة وجلب الاهتمام والروح أهدافه الحب والطمأنينة والسعادة. كثير مننا ناس بيبدوا القوة وجلب الاهتمام والمال على الحب والسعادة، فبتصير سعادتهم مرتبطة بالعالم الخارجي، بصيروا منتظرين العالم يقدم لهم هالسعادة، والعالم بعمره ما رح يقدم لنا السعادة، لأن أكيد. السعادة نحن بنصنعها. فلما يكون عندنا الوعي والإدراك إنه نحن نعزز المشاعر الإيجابية اللي جواتنا ونعمل التصالح الثلاثي اللي حكينا عليه بأول الحلقة ونعمل الخير، وندرك ايضا قوه اللحظه اللي كنا عم نحكي فيها، صح قوه الان، ايوه بنصير بنقدر نحافظ على سعادتنا. اللي صاير انه الناس بتعاسه وبكآبه انه رابطين سعادتهم باهداف الايجو وليس باهداف الروح. صحيح. يعني انا ما راح اقول ليش الناس احيانا عندها خلينا نقول شعور بالتعاسه والاحباط، لكن كيف من الممكن فعليا كل شخص عند هذه المشاعر او هذه كميه المشاعر وتعايش معها كيف ممكن يتخلص منها؟ بدنا يكون عندنا ادراك ووعي كامل انه كل التغيرات الخارجيه اللي محيطه فينا تغيرات بسيطه سطحيه لا تمس الداخل، وانه نحن ما بنتحكم فيها، ما بنملك التحكم فيها. بده يكون عندنا حصانة ضد المشتتات والظروف الخارجية اللي بتصير من خلال إدراك قوة الآن أو قوة اللحظة اللي كنا عم نحكي عليها سابقا. هاي هالإدراك أو هالوعي بيخلينا نحس بالسعادة بوقت الحالي، يعني نحن حياتنا الحالية أو سعادتنا الحالية اللي نحن فيها الآن بدون ما يعني قيود الماضي أو المستقبل. ولذلك الناس فيهم يحصنوا نفسهم من التعاسة أو من التشتيت اللي بيصير من خلال هالإدراك وهالوعي. صحيح.
يعني نقول الله يديم السعادة دائما في حياتنا، وإن شاء الله نقدر نستشعر كل هذه المفاهيم البسيطة اللي جدا بسيطة ممكن تحقق لنا السعادة في حياتنا اليومية. نشكرك جزيل الشكر أستاذة فرح مصطفى الهبرة، مستشار تدريب دولي معتمد على هذا الكلام الجميل، واستمتعنا كثير بالحوار معك. شكرا. شكرا كثير فرح، نشوفك في فقرات قادمة إن شاء الله بمواضيع جديدة. إن شاء الله. نحن شعور السعادة متواجد أوريدي الحمد لله دائما، يعني نشعر ونحاول بالسعادة في كل مكان في دولة الإمارات الحمد لله، ونحاول دائما أن ننقل هذا الشعور عبر طبعا الكاميرا البرنامج ونوصله للناس قدر الإمكان. أكيد يا خلود. أعلنت مبادرة لغتي المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارجة عن تأهل 16 مدرسة حكومية من أصل 32 إلى المرحلة التالية من مسابقة كأس لغتي، والتي تنظم نسختها الثانية لهذا العام ضمن مشاركة المبادرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2017. وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الفصل الثاني الابتدائي من مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس الحكومية على مستوى إمارة الشارقة بهدف إثراء مخزونهم اللغوي وأيضا تمكينهم من المهارات الأساسية للغة العربية. وحول هذه الفعالية مشاهدينا كان لنا هذا التقرير، فلنتابع. مشاركتنا في معرض الشارقة للدولي للكتاب للمرة الثانية على التوالي بمسابقة كأس لغتي، وهي مسابقة لطلاب مدارس إمارة الشارقة المرحلة التأسيسية الصف الثاني، تنافس من خلالها المدارس المشاركة معنا للوصول إلى النهائي وكأس لغتي. شاركت معنا هذا العام 32 مدرسة، حاليا نحن نمشي في التصفيات الأولى، بعدها بننتقل للتصفيات ما قبل النهائي والنهائي بإذن الله. الحمد لله مستوى الطلاب جدا ممتاز في اللغة العربية، في تفاوت، يعني التفاوت جدا قليل بالنسبة للطلبة. لجنة التحكيم مبهورة بمستوى الطلاب المرحلة الثانية في اللغة العربية، والحمد لله مستوى الأسئلة في متناول طلاب الصف الثاني ابتدائي، كون اللجنة اللي عادة الأسئلة هي اللي وضع المناهج لهم فبمستويات الطلاب. لا شك أن مسابقة كأس لغتي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في اللغة العربية وخاصة في القراءة والكتابة. طبعا الجديد في هذه المسابقة أنها أدخلت التقنيات، فالهدف الأساسي الذي نسعى إليه هو إكساب الطالب مهارات اللغة العربية بوسائل ذكية وبطرائق عصرية بعيدة عن التقليدية. فهدفنا الأساسي هو إعداد الطالب للحياة، ولما كان هذا الهدف يعني هدفا رئيسا وهدفا أساسيا في تعليمنا وهدفا استراتيجيا في وزارة التربية والتعليم، ارتأينا أن نمزج بين التقنيات الحديثة وبين مهارات اللغة العربية. مسابقة كأس لغتي هي مسابقة تعتمد على الأساليب الذكية، تتكون المسابقة من 5 أسئلة لكل مجموعة، يجاوب الطالب على الأسئلة أو على الأجهزة الذكية. أهداف المسابقة هي إثراء الحصيلة اللغوية لدى الطلاب وتحفيز الجانب التعليمي وإشاعة الجو التنافسي بين الطلاب خلال المسابقة. كل التوفيق يعني للطلاب والطالبات المتنافسات
والمتنافسين عامة في هذه المسابقة. حلو إنه إحنا نشوف اليوم مسابقات مثل هالمسابقة اللي يعني بتثري لغتنا العربية وهويتنا في الأخير. الحمد لله إنه إحنا ولدنا باللسان العربي. أكيد يا خلود. ومثل هذه المسابقات أيضا يعني هناك في مصطلحات عربية قد لا يتداركها أو لا يعرفها البعض، ممكن إنه من خلال هذه المسابقات يشمل جميع المفردات العربية والمعاني أيضا في بعض الكلمات، ولغتنا العربية هي الأساس والأصل. صحيح. وعد كل التوفيق لهم. والآن مشاهدين وصلنا لفقرة 5 بـ10. اليوم رح نستعرض وياكم أغرب 5 فيديوهات، والفيديو الأول ويانا ضربة جزاء تدخل التاريخ. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضربة جزاء وصفوها بالعجيبة في نصف نهائي بطولة الدوري التايلندي وبعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وكذلك الوقت الإضافي بلا أي هدف لكل فريق. انتقلا إلى ضربات الجزاء وفيها كان التعادل دائما هو النتيجة، إلى أن وصل كل منهما وبجعبته 19 هدفا في مرمى الآخر، وبقيت ضربة جزاء واحدة للفريق تكفل أحد لاعبيه بتسديدها، وسدد اللاعب ضربة الجزاء واصطدمت بالعارضة فطار الحارس فرحا، إلا أنها ارتطمت بالأرض ودخلت الشبكة، فتحول احتفال الحارس إلى حزن كبير. لحظة موجعة بصراحة، يعني توجع القلب. تفائلوا بعض الشيء مسكين فرح فرح فرح، في الأخير الموضوع انقلب. وإحنا ياما استشعرنا صراحة هذا الشيء في مباريات سابقة، وحسينا بهالشعور من خلف الشاشات طبعا. أيوة بالنسبة الله. للمنتخبات اللي يعني نحب نتابعها ودائما تجي ضربات الجزاء ضربات الجزاء احيانا انت تحسين انها يعني 90 دقيقه من المباراه هذه كلها تعود على المباراه. صح هي تحدد مصير كل من الفريقين المشاركين. يعني بالفعل بالتوفيق لهم في المرات الجايه ان شاء الله. الفيديو الذي يليه مشاهدينا تحديدا الى عالم الغابات، احتراق شجره من الداخل بدون دخان. رصد مواطن امريكي يدعى ماثيو ماكديرموت شجره تحترق من الداخل دون ان تمس النار قشرتها الخارجيه ودون حتى خروج الدخان، وكان ماثيو يبحث عن طريق او طرق للهروب من حرائق الغابات في كاليفورنيا في احدى الغابات، وظهرت له هذه الشجره الغريبه. خلونا نشوف الفيديو مع بعض لاحتراق هذه الشجره. Dude, I want to get out. Whoa. Dude, I gotta get out. That is nuts. All right. There's a fire in Shelville, and it's going straight up the middle of a tree. شكلها رائع صراحة الشجرة. يعني شيء تحسينها نفس الفاير بليس نفس في لحظه ما، صح؟ يعني غريبه كيف ان النار ما وصلت للقشره الخارجيه، الظاهر انه في ماده يعني لابد من وجود ماده معينه لا إلا إنه ممكن بتحمي الغلاف بحيث انه ما وصل. انت شايفه النار جوا بالداخل، هي ممكن لحظه انيه لعقب ممكن مع الوقت انها تحترق كلها، بس اتوقع انه هو تابع احتراق الشجره. هو لحق الجزء الاجمل فيها على قولتك، بس رغم انها بتحترق بس كان منظرها سبحان الله. هي انا حسيت شيء نفس الفاير بليس، منظرها نفس شيء لما تجمعين الخشب في الفاير بليس تكون النار داخلها، فحسيت هالمنظر. والفيديو الاخر ويانا انطلاق سباق اقوى رجل في العالم بالاردن. انطلق سباق أقوى رجل في العالم لعام 2017 في الأردن بمشاركة 10 متسابقين يتنافسون فيما بينهما على سحب الشاحنات العملاقة،
ويتنافس في السباق مجموعة من المتنافسين من عدة دول أبرزهم الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكندا. فنتابع. Contestants from 10 countries, including the United States, the United Kingdom, South Africa, and Canada, competed in the championship, which consists of three parts, including a 21-ton truck. The event witnessed the participation of the four-time World Strongest Man competition winner, Brian Shaw. Shaw, the winner of 2011, 2013, 2015, and 2016, came in the second place after the Dutch contestant this year. The American strongman described the competition to be a fun event. The World Trunk Pull Championship 2017 was held on Friday in the Jordanian capital Amman, with 10 of the strongest men in the world competing. Contestants from 10 countries, including the United States, the United Kingdom, South Africa, and Canada, competed in the championship, which consists of three parts. صراحة سباق قريب منا. بالفعل وأتوقع. كمان هذول الاشخاص اصحاب يعني المواهب هذه الفريده ما تكون موجوده عند الكثير من الناس، بس من جد يعني لا انا تعبت وانا يعني اتابع انا تعبت وانا اشوف صراحه انه قاعد يسحب الشاحنه. حلو ان نفس هالاشياء ان خلوا لهم مسابقه مميزه فيهم، لان نحن قاعدين نشوف يعني ان اكثر الاشخاص اللي ممكن عندهم هذه المواهب قاعدين ينشرون فيديوهات مثل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون هناك في قواعد ممكن للعبة صح. أو طريقة السحب بحيث ما تأذي أعضاء، قواعد للسلامة وأماكن مخصصة طبعا عشان يمارسوا فيها هالهوايات الغريبة. وأنا أصلا وأنا أتابع الفيديو وعد قاعدة أقول يعني فعلا كويس أنه في مسابقات خاصة تختص يعني لكل شخص عنده هواية ولكل هاوي فيه في مجال معين، رياضة أو فن، في مسابقات بتقام لهؤلاء الأشخاص بحيث يتنافسوا طبعا بكل نزاهة وبأجواء يعني تكون مؤمنة من يعني من كافة الجوانب. أي صحيح، وبعد يعني المشاركين من أغلب الدول خلينا نقول اللي لهم خلينا نقول مسابقات كبيرة في مجالات رياضية مختلفة، إلا أن مثل هذا الشيء كان مؤيد من الجميع بأنهم يشاركون بمثل هذه المسابقة. وايد حبيت، فكرة حلوة جديدة. بالفعل. الفيديو الذي يليه مشاهدينا رصد أهرامات غريبة في قاع المحيط الأطلسي. تداول مستخدمو الإنترنت تكهنات بشأن وجود أهرامات غامضة في الجزء السفلي من المحيط الأطلسي، وناقش أصحاب نظريات المؤامرة ما إذا كان مقطع الفيديو الذي نشر على موقع اليوتيوب يظهر هيكلين قديمين قبالة ساحل جزر البهاما، ويعتقد المؤمنون بنظرية المؤامرة أن هذين الهيكلين دليل على أن هذه المنطقة كانت مأهولة من قبل على غرار ثقافة الأزتيك في أمريكا الجنوبية، وليست هذه المرة الأولى التي يزعم فيها رؤية الهياكل المشابهة للهرم في هذه المنطقة التي أيضا تشكل جزءا من مثلث برمودا الأسطوري. فقد أشارت التقارير مشاهدينا التي نشرت على الإنترنت العام 2012 إلى أن عالمة تدعى الدكتورة ماير فيرلك اكتشفت هرما بلوريا كان 3 أضعاف حجم الهرم الأكبر في الجيزة وعلى عمق 2000 متر تحت سطح البحر. يعني هل من الممكن ان يكون في بعد لسه اهرامات غامضه يعني ما تم اكتشافها؟ ما تم اكتشافها الى الان تتوقعين؟ اها اتوقع اكيد، يعني بما ان ب 2012 اخر اكتشاف كان لهرم في الجيزه، فهالشيء ممكن انه بعد يكتشفوا مثل هذه الاهرامات الغامضه اللي ممكن تكون في المحيط الاطلسي. صحيح، وكمان اتوقع بحكم تغير الظروف المناخيه يعني في شتى انحاء الكره الارضيه ممكن يتم اكتشاف فعلا وجود هالاهرامات او حتى المجسمات الغريبه مثل المجسمات اللي عرضناها امس في فقره 5/10 اللي هي جزيره الفصح. لكن ان شاء الله يعني بعد انه دائما العلم على اكتشاف وعلى اطلاع في الحضاره القديمه خصوصا الحضاره الفرعونيه. وننتقل الى الفيديو الاخر، عرض ازياء للموضه المحتشمه في لندن. عرضت 7 مصممات مجموعاتهن في لندن خلال عرض ازياء للموضه المحتشمه، قاع
قال المنظمون إنه يهدف إلى إضفاء البهجة بما لا يتعارض مع ارتداء الحجاب، وتعود جنسية المصممات من عمان والمغرب وبريطانيا وإندونيسيا، ووضعن هذه التصميمات للنساء الراغبات في ارتداء أزياء عصرية مع ستر أجسادهن. وقالت المصممة المغربية مريم: هذه المجموعة التي قدمت في عرض الموضة المحتشمة هي مجموعة من القفاطين المغربية، وهي مجموعة مواكبة للموضة والعصر ومواكبة للاتجاهات الحديثة. فلنتابع. حتقولي نفس التعليق ولا لا؟ ما ادري، حبيت الفكره بعد اوريدي موجود يعني كمثل هذه الفكره. صحيح. لكن انها تكون ايضا في لندن هذا شيء وايد حلو، نشر الثقافه الاسلاميه في كل مكان. حلو، يعني كمان هذه رساله واضحه مبشره، وانه الموضه ليست متعلقه اكيد بغير المحجبات فقط، بالعكس احنا بنشوف كثير من الاحيان الكثير من المحجبات واللي بيطلعوا بلباس محتشم في يعني كامل اناقتهم، بالعكس و مهتمين بالموضة عكس كثير من الأشخاص أو صح. من النساء الغير محجبات، فوجود مثل هالعروض جدا جميل، ووصولها أيضا للخارج للعالمية بعد، إن يعني أكثر المشاركات من دول عربية ودول إسلامية، عدا عن ذلك إلا أن كل دولة لها تصميمها الخاص، كالمغرب مثلا القفطان المغربي، عمان لباسهم الخاص فيهم، خلينا نقول العباية، فهالشيء وايد حلو إن تجتمع كل هذه التصاميم وتتكلم دائما عن لباس المحجبة وأناقتها. بالفعل، إذا كانت هذه كل المقاطع في فقرة 5 بـ10، مختلفة اليوم متنوعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. راح نكمل فقراتنا وحلقتنا لليوم لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. ليلة ثقافية بامتياز حلقت فيها الكلمات في رحاب الموسيقى، حيث تحولت الحروف إلى معزوفات ومقطوعات موسيقية دبت فيها الحياة وتحركت على أنغامها كل نوتات وآلات العزف. هذا ما فعلته مشاهدين الفنانة والمطربة اللبنانية جاهدة وهبة في حفلها الذي أطلت به من معرض الشارقة الدولي للكتاب، متغنية بأشعار محمود درويش وجبران خليل جبران. ومن هذا الحفل الثقافي كان لنا هذا التقرير، فلنتابع. تتضمن أمسية اليوم هذا الإبداع لجاهدة فنانة عريقة، هناك رسالة في هذه الأمسية بأن الفن الراقي يبقى، أما الزبد فيذهب هباء. فهذه الرسالة الحقيقية اللي قدر يقدمها لنا معرض الكتاب في دعوته لهذه الفنانة الجميلة. أنا سعيدة من مشاركتي بمعرض الكتاب بهذا النشاط الراقي جدا والعظيم اللي بيصير كل سنة بالشارقة. طبعا مش أول مرة أنا بزور الشارقة، السنة الماضية جيت غنيت لطلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة، وقبلها كنت ضيفة وافتتحت مهرجان الموسيقى هنا في الشارقة. هي أول مرة بكون ضيفة بمعرض الكتاب، سعيدة كثير بإني أكون جزء من هالتظاهرة الثقافية الكبيرة. وأنا دائما مثل ما بقول يعني لزملائك وحتى لكل الناس، بحب أن يكون دائما جزء من الناس اللي بيقدموا الثقافة للناس على طبق من دهشة ومن جمال، يعني بنحاول هيك نعطي بعد للنصوص الشعرية والنصوص الأدبية بالموسيقى، لحتى يعني أكثر شيء نجيب الشباب إذا بدك لعنا، لأنه أنا بهمني الشباب
بهذا الزمن اللي صار فيه الشباب يعني هم مشت ذائقتهم واعتصفت إذا فينا نقول هيدا الكلام. فمنحب دايما أنه نقدم الشعر والأدب على طبق من فن وموسيقى وجمال، وإن شاء الله نكون اليوم وفقنا بهذا الموضوع. أنا كنت كتير سعيدة بإني ألتقي بجمهور الشارقة الحبيب. هذه الأمسية الرائعة للمطربة المجاهدة جاهدة وهبة، شكرا. الأمسية كانت جدا جدا رائعة ما شاء الله عليها، هذا الصوت الطرب الأصيل في هذا الزمن اللي احنا نفتقد لهذه الأصوات، فشكرا شكرا جد شكرا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. حفلة اليوم كانت بوضع خاص مميزة لأنه كان لها علاقة كمان بالشعر، مثل ما لاحظت كان في يعني الأغاني وكمان يتخلل لها شعر، وكنت متفاجئ بهالمعرض الكبير يعني بتضيع بقلبه كل هول، وكان فرح كبير أنه نكون هون. طبعا من أجمل الأمسيات خلينا نقول الغنائية والطربية اللي كانت متواجدة في ختام فعاليات معرض الشارقة للكتاب الدولي وأيضا معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكانت يعني أغاني جميلة متخللة بالشعر مثل ما قالوا، وجميل إنها كانت غنية لجبران خليل جبران ومحمود درويش وأشعارهم اللي لها صدى لليوم والمؤثرة في حنين الشاعري. حلو إنهم أيضا أوجدوا مثل هال الفعالية وخصصوا لهال الكلمات وهال الأشعار طبعا لأعظم طبعا الكتاب والشعار، وتغنت من قبل طبعا هال الفنانة المبدعة والمتألقة، وأكيد هذا الشيء كمان أثر المعرض وأثر المعرض في هذا العام تحديدا وأكيد ميزوا، فنتمنى لهم كل التوفيق أكيد طبعا في الأعوام القادمة. مو كانوا طلعت ريحة الأكل؟ هذا الشيء تلحين على أننا نحن بنسير المطبخ وخلود اليوم لازم نروح المطبخ مشاركة بامتياز في المطبخ، أطباق مميزة مع الشيف وديع. لكن ننتقل وياكم إلى فقرة المطبخ. أنا بستأذنك وعد وبتنوري بتنوري مطبخ الشيف وديع بنورك إن شاء الله. باخذكم معايا مشاهدينا في هالفقرة المميزة مع الشيف وديع في فقرة المطبخ. يسعد صباحك مرة ثانية. صباح النور والسرور خلود، كيفك اليوم؟ الله يسلمك، تمام الحمد كويسي. لله يعطيك العافية. مقدما بقول لها الريحة طلعت من أول، خلاص لازم نروح عند الشيف وديع. يا أهلا وسهلا، خطوة عزيزة. الله يخليك يا الله يخليك. اليوم عندنا أفخاذ محمرة بالفرن وبطاطس وحركات. بالضبط طبعا، هذا يعني ست البيت دايما مثلا بدها تعمل شيء لأولادهم دغري، مثلا بتعمل مثلا دجاج مع بطاطا بالفرن بالثوم والحامض وكذا يعني، وبتعمل لهم شويه رز ابيض او رز بشعيري على السريع كذا يعني كثير منيح. هلا نحن بدنا نعمل الصوص. طيب يلا بما حنعمل الصوص الخاص بايش؟ نعم. بالدجاج ولا بالبطاطس؟ طبعا الدجاج والبطاطا بالفرن كلهم صوص واحد. ينحطوا. اوكي خلينا نشوف مشاهدينا المقادير الان رح تظهر على الشاشه لافخاذ الدجاج المحمره بالفرن مع البطاطس. راح يكون معنا 1 كيلو افخاذ دجاج وملعقتين طعام ثوم مدقوق وايضا نصف كوب عصير ليمون وربع كوب زيت زيتون وربع كوب ايضا كزبره خضراء مفرومه، وايضا معنا كوبين بطاطس مقطعة وملعقة صغيرة ملح ورش رشة فلفل وأيضا عودين قرفة وورق غار طبعا عدد 2 وواحد كوب فطر كامل وأيضا ملعقتين معجون طماطم. حلوتي نحن هوني طبعا مثل ما بتعرفوا غسلنا الدجاج قليناه شوي من مشان حتى ما ياخذ وقت معنا، والبطاطا يعني معروفه بطاطا مقليه قلينا البطاطا وبعدين قلينا بشويه زيت مشان الجوز. هلا بدي اعمل هذه بطاطس عاديه ولا بطاطا حلوه؟ لا هيدي بطاطا عاديه. حطينا طبعا ملعقه ثوم لازم تكون شوي كبيره. اذا اول خطوه عملناها حطينا زيت الزيتون بعد كده الثوم. نعم الثوم. هلا نحن هون حطينا شويه مية الفطر، مية الفطر بنحطها هون، ليش ما بدنا نحطها على الثوم؟
لأن هلا بدنا نحطها على الثوم مشان ما نعم هيك شوية ال طبعا مثل ما شايفين. هلا نحن هون بما انه حطينا النار هون عندنا الكراوية لازم نحن هلا انت بدك تعملي الكراوية هذا شيء حلو كثير. الكراوية تصدق نعم ما اذكر اني قبل كده جربت الكراوية نعم. صراحة الكراوية كثير لذيذة ومثل ما شايفين هلا نحن عم نقلب هلا الصوص مع المشروم نتفه صغيره بس مشان حتى تاخذ نتفه هيك طعمه وبعدين نحط لها طبعا رشه فلفل اسود عليها ورشه ملح صغيره طبعا بالاضافه هلا بدنا نحط عليها معجون الطماطم نتفه معجون الطماطم بهالشكل وبعدين نقلبها نتفه صغيره هيك ونزيد عليها حامض عصير الليمون عصير الليمون عليها وبدنا نزيد كمان طبعا مثل ما قلنا لك ورق الغار ورق القرفة ايه ورقتين غار عدين قرفة بدي احط لها شوية كزبرة خضراء لانه الكزبرة الخضراء تعطيها نكهة حلوة وطيبة كتير وهلأ بدي احط لها انا طبعا شوية مرقة مثل ما شايفين مرقة دجاج نتفة صغيرة مشان لانه اذا بدنا ناكلها مع الرز بيكون الصلصة كتير لذيذة. هلا حتعمل فيه رز اليوم ولا لا؟ طبعا في رز عامل رز انا بشوية بشعيرية يعني بس عملتهم تحت الهواء لانه مبارح عملناه هون على الهواء الرز بشعيرية ونعرفت كيف بدنا نسوي سهلة بسيطة ما يحتاج لها. هلا نحن بدنا طبعا هوني حطينا كراوية اعزائنا المشاهدين الكراوية ما لقيت ناعم لقيت خشن انا ليش حطيت هوني لانه حطيت مية مع الكراوية الحب غليته وصفيته يعني هذه هي مغلية نعم. هذه بعد ما انغلت خلاص بعد ما انغلت نحن هلا بدنا طبعا هوني مثل ما شايفين بدنا نشيل هذا الصوص نعم بدنا نشيل هالصوص ونحطه هون هيدي بدنا نحطها هون هلا حلو كتير خليني اطفي انا الثانيه مشان ما تطلع حراره عليكي هلا خلاص هلا حطيناها هون هلا عندي انا هوني كوب السكر هودي هوني نحن حطينا تقريبا اذا ما عندكم اذا لقيتوا كراويه ناعمه مثل هون كراوية ناعمة بتحطوا ناعمة إذا ما في إذا حب حنغليها إذا حب بدنا نغليها زي اليانسون هودي يانسون هودي يانسون طبعا تقريبا ملعقة شوي كبيرة هيدي قرفة ناعمة كوب سكر حطينا كوب السكر وكوب عندنا طبعا كوب رز بودرة رز ناعم كيف هذا الرز الناعم من وين؟ بالسوبر ماركت ولازم تحطيهن على البارد عرفت كيف؟ يعني نفس الكراوية ما تكون مغلية ايه الكراوية بتكون هيك نحن بنعملها من بماء السخنة كيف بنعمل يانسون يانسون الحار بنغليها على النار ايه إذا كانت مطحونة ايه شميها شو حلوة إذا كان شوف أنا بتذكر إشي الكراوية صراحة ما أتذكر ايه الكراوية ناعمة هي قبل. بتكون ناعمة الكراوية بس ولكن ما لقيت انا كراويه ناعمه جبت خشني وعملتها مثل اليانسون غليت المي وحطيتها وبعدين صفيتها لحتى طلعت معنا هيك حلو كثير طيب بما انك شيف بدات تحضر الكراويه خلينا نشوف مشاهدينا مقادير نعم. الكراويه المغليه حيكون معنا لتر واحد لتر ماء وكوب سكر وكوب رز ناعم ملعقتين طعام كراويه وملعقتين طعام ايضا يانسون وملعقتين طعام قرفة ناعمة وملعقتين طعام موية ورد بالضبط هي موية الورد بدنا نضيفها عليها وكمان هذه حتحطها بالزبادي بالكاسات وعندنا طبعا للتزيين طبعا زبيب ولوز شرائح ومثل ما نعم هلا دائما الكراوية كثير طيبة ولذيذة هلا عندي انا هلا انت بدك اذا بدك تحركيهم يلا شوي هيك دليل لحتى يغلوا انا بده يكون بهالوقت اسكب طبعا الدجاج
حطه بهال بس يغلو بعدين بنرجع نسكبهم بالكاسات وبنزينهم منشان لحتى نكسب وقت عادي مش مهم هسه هون لحتى يكون حد كل شيء هلا بس يغلو هني دائما اللتر بده كوب سكر كوب رز ناعم طبعا ملعقه كبيره او ملعقه ونص قرفه ملعقه ونص ينسون ناعم وملعقه ونص تقريبا كراويه بس نحن لانه ما لقينا كراويه ناعمه عملنا اياها وصفيناها كراويه حب بدات تثقل خلاص ايه برافو عفاكي بس تغلي بعدين نرجع بسكب انا بسكبها وانت كمان يلا طيب مثل ما شايفين اعزائنا هذا هون طبعا البطاطا الدجاج اللي نامت ما بتعرفوا قلينا الدجاج وقلينا البطاطا اول شيء البطاطا بعدين قلينا الدجاج منشان لحتى طبعا وقت التقليه انت بتصيري اطيب قلينا البطاطس اول وبعدين بنفس الزيت عادي نقلي الدجاج اي نعم حلو كثير هلا بدي انا احط البطاطا هيك بهالطريقه هوني واو هذه بدات تغلي مزبوط ايه بدات تغلي اذا غليت خلص منشان لحتى بس شايفها انا بدا شويه مي لانه الرز انواع الرز انواع الرز البودره اللي حطيته قبل ايه الرز انواع وقت اللي بيكون في رز مثلا بيتحمل كاسه مي زياده اي نعم مثل ما هلا شو اسمه تقريبا هي معدله 9 كبايات مي انا معيره 9 كبايات مي بدها كوب سكر كوب رز وهيدي بتكون طبعا على قد المقاسات هيدي الكراويه صارت جاهزه بس ملعقه كبيره مثل هيدي اللي حطيتها انا هلا ملعقه كبيره كراويه ناعمه مرقه كبيره ينسون ناعم وقرفه ناعمه ملعقه هاو الثلاثه بيكون بيطلع عندي الكراويه مضبوطه المثل هلا نحن خلصت هيدي بدنا اسكبها هلا بسكبها وانت بعدين بتزينيها على مي يلا نعم خليني اعطيك مجال هلا بدي اسكبها بهالطريقه بعدين هذه نخليها تبرد برا صح؟ ايه هيدي بتبرد وبعدين بس تبرد بدنا نزينها نزينها باول شيء شكلها حلو ها؟ حبيت ريحة القرفة ايه طبعا واليانسون كثير هيك بهالشكل انا ليش بدي اسكبهم منشان لحتى يبردوا شوي يلحقوا يبردوا شوي برافو عليك يلحقوا يبردوا شوي وبعدين منشان لحتى طبعا يصير زينهم يطلع الزينه حلوه فيهم فينا نحطهم هون بهذا نرجع نعم هذا طبعا هلا يا سلام شفتي الريحه شو حلوه طيبه نعم هلا جيب لك انا الاغراض وهيك انت عم اهلك زينهم اي نعم زينيهم بس بغالي اجيب ايه فوق وهذا جوز وزبيب وهذا في السوق حلبي كمان الهم طب كيف طريقة التزيين يعني؟ طريقة التزيين مثلا بتحطي هي هيك وبتسيبي على كيفي عادي يعني على كيفك ايه انت يا طيب يعني خليني نعم. خليني كذا ايه انت تفنني خليني ابدع حلو كثير نعم هلا انا عملت الدجاج والصوص هلا بدي احط البطاطا على جنب وبدي كمان احط طبعا دراماستيك يعني فخاض الدجاج عليهم هيك يعني بهالطريقه
هيدي طبعا البطيط طبعا البطاطا قشرنا البطاطا غسلناها مزبوط طبعا ما بدا اثنين يحكوا فيها بعدين قطعناها شوابير شوابير يعني راس البطاطا قطعناها لأربعة صار معنا هالطريقة وبعدين رجعنا غسلناها وقليناها طبعا هذا الدراماستيك نفس الشيء غسلناها مزبوط وشوية حامض وشوية ملح وشوية طبعا نتفة خل وبعدين رجعنا طبعا علينا بشوية بطاطا مثل ما علينا البطاطا رجعنا علينا الدجاج عليه هيك بهالطريقة حلوة كتير وصار عنا هالطبق المميز اليوم عنا هوني أعزائنا مثل ما شايفين بدنا حط أنا هلأ عليهم بدي حط طبعا المشروم الفطر فطر الكامل هيك هون حطهم بهالنص ليش؟ لأنه ما عود قرفي وشوية فطر شيء بيطلع طيب كتير هالطبق وبنعطي معه شوية رز بشعيرية ما بيشكي شيء هلأ نحن هون هيك بنحطهم بهالطريقة ايه بيطلع معنا هالطبق اللذيذ المميز عندي هون انا طبعا بدي ازينهم بشي فوق بقدر انا بحط هيك مثلا احمر واخضر حتزينهم يعني قبل ما تحطهم على الفرن صح؟ ايه نعم قبل ما احطه بقلب الفرن هيك بهالشكل يعني عشوائي فيكم تحطوا مثل ما شايفين اعزائنا هيك على السريع يعني هيك طبعا دجاج ما دراماستيك مع بطاطا كتير طيب ولذيذ هيك فينا بس شو ده تزين معك شي روعة شي روعة ولا خبصت شي روعة عملت روعة عملت كل واحدة بشكل هيك بزينه برافو عملت كل واحدة بشكل يعني بطريقة مختلفة وهلا حطينا له نتفة كزبرة عليهم وصار عنا مثل ما شايفين اعزائنا هلا بدي احط لهم انا طبعا بدي احط لهم الفويل وغطيها وحطها بقلب الفرن على درجة 200 وبعدين بدا لانه هني مقليين بدا على القليلة ربع ساعة وبتكون خالص طبعا هالطبق اللذيذ والمميز مثل ما شايفين هيك هلا بدي احطها بالفرن انا تقريبا مدى ربع ساعة ل 20 دقيقة هيك مثل ما شايفين ها ايش رايك؟ الله عليك شو حلو كثير حلو كثير ايه بس لا طالما في بس يعني مو حلو كثير بيجاملني كثير 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 حلو ها نعم بعدين انت بتعديها طبعا بتحط لها مسافتك تسلم ايديك يا حلوين الله يسلمك يا رب يسلم ودياتك شيء حلو روعه ايه مثل ما شايفين طيب خلصنا ما شاء الله اليوم خلصنا في وقت قياسي لأفخاذ الدجاج والبطاطس والكراوية وبعدين حنشوف الشكل النهائي بعد ما تضيف لمساتك الخاصة شيف وديو ونشوف الصينية طبعا بعد ما نطلعها من الفرن ألف شكر إلي الله يخليك يا رب شيف وديو يعطيك ألف عافية حنشوف الشكل النهائي كالعادة مشاهدين وحنكمل معكم حلقتنا اليوم لكن بعد الفاصل حياكم الله مشاهدينا من جديد والآن ننتقل وياكم إلى فقرة الصحة الدعامة الأساسية في العلاج الجراحي لالتهاب الجيوب والسلائل
الأنفية بما في ذلك مشاكل الجيوب الأنفية البكتيرية والفطرية والحادة والمتكررة والمزمنة. هي جراحة التنظير الوظيفي للجيوب الأنفية. رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع بوجود الدكتور سعيد الحبش، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأول مؤلف لكتاب جراحة تنظيرية باللغة العربية، الجراحة التنظيرية للجيوب الأنفية باللغة العربية. أهلا وسهلا فيك دكتور وحياك ويانا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وحياك الله معنا في هذه الفقرة طبعا اللي رح نحاول نتكلم فيها ونسلط الضوء طبعا بأبسط ما يمكن حول الجيوب الأنفية. بداية قبل ما يعني نخوض في الموضوع، خلينا نتكلم عن الجيوب الأنفية، شكل الجيوب الأنفية وتكوينها وليش تتعرض للانسداد. الجيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف هوائية موجودة في الجمجمة، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن جعل وزن الرأس خفيف. سبحان الله، لو كانت الجيوب مملوءة بالعظام أو بأي نسيج تاني كان الإنسان ما قدر يحمل رأسه. سبحان الله رب العالمين خلقنا هالجيوب مملوءة بالهواء من أجل جعل الرأس خفيف مشان نقدر نتحمل الموضوع. طبعا في الجزء الامامي من الجمجمه صح؟ هي في الجزء الامامي في عندنا اربع جيوب، عندنا الجيوب الفكيه والغربالية والوتديه والجبهيه متوزعه بشكل اساسي بالجزء الامامي من الجمجمه. خلينا نتكلم اكثر دكتور عن اسباب انسداد هذه الجيوب وايضا التهابها. بشكل عام اسباب التهاب الجيوب، الاسباب التحسسيه هي رقم واحد، والاسباب الثانيه هي اسباب جرثوميه. الأسباب التحسسية والتهاب الأنف التحسسي هو الأشيع بشكل عام. كثير بنلاقي ناس عندهم حساسية من ربما من أنواع من العدس المنزلي، ربما من أنواع من غبار الطلع، أحيانا الفطور. إضافة للأشكال الجرثومية، إذا صار المريض عنده التهاب مثلا التهاب جيوب جرثومي بأنواع مختلفة من العنقوديات العقديات، هي بشكل أساسي. في أنواع أخرى مثل التهابات الجيوب الفطرية بس هي بشكل عام أنواع نادرة. نعم، أنواع نادرة جدا، بس هون في الدول الخليج العربي بشكل عام هي أشياء كتير من غيرها. طيب يعني نعتقد إحنا أنه التهاب الجيوب الأنفية هو شائع عند كثير من الأشخاص وبدرجات متفاوتة مختلفة، ممكن يكون بسيط ولكن في مرحلة ما نضطر أنه إحنا نتعامل بالجراحة أو نعالجها بالجراحة. فخلينا نتكلم عن الجراحة، عفوا عن علاج الجيوب التهاب الجيوب الأنفية بشكل عام ومتى نوصل للجراحة. إحنا بشكل عام في عندنا قاعدة بالجراحة بشكل عام، ما بنوصل للجراحة إلا حتى نستنفذ الفرص الدوائية بشكل كامل. نستنفذ الفرص الدوائية، إذا كان التهاب الأنف التحسسي عندنا مستويات مختلفة من العلاج، من التهاب من الأدوية العادية، البخاخات الكورتيزون، مضادات الهستامين، الأدوية كفمويا والبخاخات. ممكن عندنا حاليا شغلات جديده مثل الادويه البيولوجيه مثل الاوماليزيماب، في انواع كثير ممكن نستخدمها قبل التوصل للمعالجه الجراحيه. في حال استنفذنا كل الفرص المواتيه للجراحه للادويه، ساعتها بنقول للمريض في عندنا فرصه للجراحه، ان كان مشكله تحسسيه ممكن نعالجه مثلا اذا كانت مشكله اللحميه والقرينات بنصغرها، او اذا كان في التهاب مزمن بالجيوب ممكن نتداخل على جميع الجيوب ونتداخل عليها بالمنظار ونفتح فوهات الجيوب مشان تصريف الجيوب وتصريف القيح او الالتهاب او الوذمه الموجوده داخلها. هذا في حال لو احتاجت الحاله بحد ذاتها الى هذه العمليه الجراحيه. طبعا. انزين، خلينا نتكلم عن ميزات المنظار دكتور. ذكرنا في حال تدخل المنظار في العمليه الجراحيه او في علاج الجيوب الانفيه، وهل الامر فعليا فقط يقتصر على مشاكل الجيوب الانفيه ام هناك مشاكل اخرى؟ لا شك انه المنظار حاليا فتح افاق هائله جدا في مجال الجراحه. نحن ما بنتكلم فقط عن موضوع الانف والجيوب، نحن حاليا نتداخل عن طريق الانف فيما يسمى جراحه تنظيريه عبر الانف. يعني نحن نتعامل مع المنظار بتداخل عليه في حالات التهابات الجيوب مختلفة، في حالات البوليبات الأنفية، إضافة لحالات مشاكل العينية مثلا مشاكل انسداد مجرى الدمع، مشاكل الجحوظ المتعلقة بالحجاج بالعين، مشاكل الجراحة العصبية، أورام الغدة النخامية، سيلان سائل الدماغ الشوكي، أورام قاعدة الدماغ، مشاكل جراحة وجه الفكين مثل أورام الجيوب الفكية، الفتحات بين الجيوب وبين الفم. في عندنا رينج هائل جدا
نتداخل فيه عن طريق المنظار، فكان سابقا بنسميه اسمها جراحه الجيوب التنظيريه الوظيفيه، حاليا اسمها جراحه التنظيري عبر الانف، وطبيب الاذن والانف والحنجره حاليا ما بيتعامل بيشتغل لوحده، بيشتغل بشيء اسمه مثل مالتي ديسيبلينري ابروتش، او بيتعامل مع عده اطباء، بيتعامل مع كل انواع الاختصاصات المتعلقه بجراحه الوجه والفكين والعيون والجراحه العصبيه، مشان نوصل نقدم للمريض الجراحة بأقل غزو ممكن، نسميه مينيمال انفيزف سيرجري، بأقل ضرر أو أذى، بأقل ضرر ممكن. الجراحة التنظيرية حاليا حتى جراحة مثلا جراحة معقدة مثل جراحة أورام النخامة، جراحة أورام النخامة ممكن ندخل بالمنظار من دون أي شق، من دون أي جراحة، وباختلاطات قليلة ممكنة، وممكن المريض يقعد يومين في المشفى ويتخرج، بينما سابقا كان نضطر نفتح يتنوم لفترة طويلة. صحيح، قبل كان المريض يتنوم فترة طويلة ويتاخد عليه انه بده يقعد في المشفى مثلا شهرين، عفوا اسبوعين، او ويضطر يوقف عن العمل شهرين او ثلاثة اشهر. حاليا خلال يومين ممكن واحد يتخرج من المشفى، ممكن خلال اسبوع يرجع يشتغل العمل، وعم بحكي على حالات المعقده مثل الجراحه. الحمد لله، يعني الجراحه التنظيريه اليوم حلت الكثير من المشاكل. الكثير بس الكثير من المشاكل. لو جينا نتكلم دكتور اكثر عن التقنيه المستخدمه في الجراحه التنظيريه او اليه القيام بهالجراحه. يعني بفضل الله عز وجل حاليا عم نشتغل حاليا باعلى التقنيات الموجوده، وخصوصي في دوله الامارات، نشتغل بتقنيات الهاي ديفينيشن كاميرا، حتى بلشنا بال 4K كاميراز عندنا موجودة، إضافة للتقنيات التنظيرية عندنا الأجهزة المتطورة مثل الديبرايدر أو المفتت الجراحي، نشتغل بالعمليات المعقدة بالنافيجيشن سيستم مثل النافيجيشن تمام. يعني حاليا في رينج هائل جدا، كل الهدف منه تأمين سلامة أكثر للمريض، تقليل الاختلاطات تبع الجراحة، ونتائج من فضل الله عز وجل نتائج كثير مشجعة. إنزين، لا شك أن هذه المشكلة يعني منها أغلب الأشخاص كجيوب أنفية بحد ذاتها، ومن البعض أن ليس هناك وعي كافي عفواً عند المرضى بكيفية علاجها، وأحياناً أيضاً عدم الدوام على العلاج وسكوت المريض عليها. مثل ما ذكر دكتور هناك عدة طرق للعلاج للجيوب الأنفية، لكن طريقة التحضير التي ممكن تسبق العملية الجراحية، كيف ممكن نحضر المريض نفسياً ومعنوياً؟ مثل ما أسلفنا، نحن ما بنلجأ للجراحة قبل استنفاذ جميع الفرص الدوائية، بس قبل إجراء أي جراحة تنظيرية للأنف لازم نحضر المريض، مثلا بالنسبة لالتهابات الجيوب المزمنة لازم نحضره بالأدوية بالصادات الحيوية وبخاخات الكورتيزون، بالنسبة لحالات البوليبات الأنفية مثلا لازم نحضره بالكورتيزون الموضعي أو أحيانا الكورتيزون الفموي. إجراء الطبقي المحوري ضرورة أساسية جدا، لازم إجراء عملية إجراء طبقي محوري للجيوب، وأحياناً نضطر في حالات معينة لإجراء الرنين المغناطيسي. بعد ذلك العملية عملية بسيطة، أحياناً تجرى في دي كيس، يعني عملية يوم واحد وتخرج المريض نفس اليوم، ممكن نخلي المريض يبات لتاني يوم. صحيح، بس رغم أنه مثل ما ذكرت دكتور أنه الموضوع صار أسهل والتقنيات المتطورة سهلت عليكم أيضاً وعلى المرضى أنهم يعني يتعافوا ويتشافوا بنسبة كبيرة من الالتهاب، بس الكثير أكيد ما زال يتخوف، فهل من مضاعفات من وراء هالعملية؟ الحقيقة بالنسبة لجراحة الجيوب التنظيرية بالذات، إذا بتفتحي أي كتاب فبتطلعي عشرات بل مئات من الاختلاطات، والحقيقة أنه نحن عم نتعامل بجيوب واللي هي تماماً جانب العين وجانب الدماغ، فإذا إذا بدك تفكري باختلاطات محتملة، ففعلاً في اختلاطات محتملة بشكل بسيط فينا نقول عليها هي أذية العين أو أذية الدماغ. أذية العين من كل المستويات، كان إصابة عضلات العين، يصير في شفع عند المريض، إصابة العصب البصري لا سمح الله يصير عمى، أو إذا إصابة الدماغ مثلا سيلان سائل الدماغ الشوكي، التهاب السحايا، المشاكل كبيرة كتير. ولكن من الناحية العملية نحكي كعمليات جراحة جيوب التنظيرية العادية، نسبة اختلاطات عاديا مع وجود التقنيات العالية جدا، مع وجود الخبرة العالية عند الأطباء الجراحين خصوصي في الدورات الكتير اللي عم تصير حاليا، فالنسبة عمليا صراحة يعني إذا ما كانت قليلة كتير فيمكن نعتبرها مهملة. دكتور سعيد الحبش، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، كل الشكر لك وجودك ويانا في هذه الفقرة الخاصة بالصحة. الله يسلمك، نشكرك جزيل الشكر، يعطيك الف عافيه، اتمنى لك التوفيق دائما. شكرا جزيلا لكم على استضافتي معكم.
مشاهدينا، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، عقدت مؤسسة الإمارات حفل التكريم السنوي للشباب والمتميز والشركاء أيضا الاستراتيجيين والإعلاميين والمؤسسات المانحة الذين أسهموا من خلال جهودهم المستمرة وعطائهم ودعمهم في نجاح دور المؤسسة وتمكينها أيضا من خدمة الشباب الإماراتي. من هذه الفعالية مشاهدينا كان لنا هذا التقرير فنتابع. القيادة العامة بتوجيهات من القائد العام شط دبي اللواء عبد الله المري دائما اسعى لدعم المشاريع وخاصه تتعلق بفئه الشباب. دائما الشباب عندهم طموح ويحتاج هذا الطموح الى دعم، فالقياده بتوجيهات من سعاده القائد دعمنا مشروع القفاز. هذا المشروع عباره عن برنامج ذكي يتم ارتدائه في اليد، يتم من خلال حركات معينه ينطق القفاز، فاذا مثلا قام كلمة مرحبا بلغة الإشارة القفاز ينطق مرحبا. بيتم استخدامه في شط دبي في الدوريات الأمنية للتعامل مع فئة الصم. ونحب نحن نستغل هذه الفرصة لنشكر جميع القائمين على مؤسسة الإمارات. صراحة مؤسسة لها تاريخ عريق في دعم مشاريع الشباب، وكثير من هالمشاريع تمت من خلال هذه المؤسسة الطيبة. نتمنى لهم مزيد من التوفيق ونتمنى انكم مشاركين معاهم في الدورات القادمه. مشروعي اسمه اطعم باي فوديت، هو مشروع خدمي يخدم الناس اللي دخلها محدود او والفقراء، بحيث نوفر لهم الماي الطعام والشراب عن طريق الاكل الفايض عن حده والشراب الفايض عن حده في المطاعم وفي البيوت، وهذا كله طبعا يدار عن طريق ابلكيشن سمارت ابلكيشن مبني على ابلكيشن موجود حاليا في السوق اسمه فوديت. وهذه الفكرة أصلاً تخفض من انبعاثات الكربونية. نحن في مصدر ندرس عن الانبعاثات الكربونية وكيف نكون صديقين للبيئة. طبعاً اليوم هو يوم تكريم شبابنا، هذا الحفل السنوي اللي يحتفي بشبابنا وابتكاراتهم وعطائهم وتطوعهم. أعتقد أنه لابد من وجود يوم يكون يوم يعني مثل ما يقولون يعني وي سيلبريت، نحتفي بالروح الإماراتية الشبابية والمعطاءة. اليوم الحمد لله كان في نماذج طيبة أعطت وقدمت جهدها ووقتها لخدمة دولة الإمارات. اليوم كان يوم تكريمهم ويوم تسليط الضوء عليهم، لأن من المهم أن نحن دائما نسلط الضوء على النماذج الطيبة حتى نشجع الآخرين فإنهم يلحقون ركب إن شاء الله. المشروع عبارة عن طائرة بدون طيار لاستمطار السحاب، أو بالإنجليزي cloud seeding. فنحن شكلنا طريقة for performing cloud seeding operations بطريقة أرخص من الطرق الحالية موجودة واللي نحن في الإمارات قاعدين نستخدمها. فهذا المشروع مغري لأن نحن قاعد نقدم طائرة بدون طيار، أصغر أرخص بنفس الإمكانيات للطيارات المتجنحة with an equivalent amount of capabilities. فلهذا السبب المشروع مغري جدا. كما شهدنا مشاهدينا طبعا ابتكارات وابداعات شباب الامارات، ومؤسسه الامارات للشباب دائما غير قاصره على المشاريع المتميزه وايضا المواضيع الدائما جذابه ومتاحه لكل فئات الشباب. ننتقل الان وياكم الى فقره تكن نيوز. هذه الفقرة اللي ننتظرها كل كم يوم، متحمسين اليوم نسمع اخر الاخبار معك. يسعد صباحك شيماء. يسعد صباحك شيماء. يسعد صباحكم جميعا، ويسعد صباح جميع مشاهدي برنامج صباح الخير يا وطن. اكيد النهارده عندي اخبار كتير هتناولها، لكن اول خبر معايا جايباه ليكم النهارده عن محبي ارتياد البحر، حيث تم ابتكار دراجة زورقية ذات حركة انسيابية على سطح الماء.
صممت الشركة النيوزيلندية مانتا إكس 5 للانتساب بسهولة على سطوح البحيرات والأنهار والمحيطات، بإمكانها الانطلاق من تحت الماء، فلا مشكلة إن وقعت في الماء لأن الانطلاق مجددا يكون سهل، فبإمكانها الانطلاق بمحرك قوته 400 واط يوفر دفعا إضافيا ويستمر بالعمل لساعات بعد شحن بطاريته، وتصل سرعتها إلى 20 كيلومتر في الساعة وتزن نحو 20 كيلوغراما، إضافة إلى أنها سهلة التركيب والنقل، وبتعتزم قبول طلبات شراء الدراجة بدءا من فبراير لعام 2018. إيه رأيكم في التجربة الجديدة؟ إن يعني أنتوا تقدروا أربع شهور بس. بالضبط، إن أنتوا تقدروا تقودوا دراجة بس على الماء. على الماء. حلو، حبيت. بس أتوقع فيها مجهود أكثر ورياضة أكثر. بالتأكيد. وبعد حلوة، يعني هي تقريبا مشابهة، في أفكار معينة، لكن إنها تكون تقودين دراجة في الماء. والله يعني داري حاجة مختلفة، انك تبي ماشية بالدراجة على المية، هتحس نفسك اصلا طايرة على البحر. بالتأكيد، يعني هو فيها مخاوف صراحة شوي. لو انت بتخافي من والله اني اخاف يا شيماء، يبقى بتخافي من الالعاب اللي هي بتبقى المائية بصورة كبيرة، فعشان كده بيبقى صعب عليك. متخوفة صراحة من الفكرة، هي بس وايد فكرة حلوة. بس فكرة كويسة، يعني ممكن اجربها انا وخلود. بعدين نقول ولا بطالعكم، وانتوا تصورين نصور لكم سناب. كثير مننا بيعاني في الفترة الأخيرة من الأجهزة اللوحية اللي بنمتلكها، وده من خلال عدم قدرتنا على الكتابة بطريقة سهلة ومريحة، لكن التكنولوجيا تمت من خلالها ابتكار جهاز لتحويل جهازك اللوحي لآلة كاتبة. يحول جهاز يبنى جهازك اللوحي إلى آلة كاتبة من خلال اتصاله بجهازك الذكي لتتمكن من الطباعة على الطريقة القديمة، كما أن مفاتيح الطباعة الخاصة بها إما مدورة الشكل كالآلة الكاتبة التقليدية أو قد تشبه لوحات المفاتيح العصرية، كما يصنع بألوان مختلفة منها الأحمر الفاتح والأزرق وأيضا البني، كما تتوفر له ذراع جانبية وظيفية تتيح للمستخدم حفظ الأحرف أو الكلمات لتسهيل استخدامه. كثير حبيت الاختراع، يعني مناسب كثير للأشخاص اللي بحس عندهم مدونات ويكتبوا أو يؤلفوا العديد من الكتب. بحس أن طريقة الكتابة التقليدية القديمة أسهل بكثير من الطريقة اللي هي نحن بنتعامل عن طريق الأجهزة، بتبقى صح. مريحة أكثر. صح، لان انت تتعاملين مع احرف لازم دائما تحفظين، على فكره حتى لو غبتي عن الكيبورد يمكن 3-4 أيام ترجعين انها تنسين حركه اليدين. بالضبط، بس عن طريق الكيبورد او كده بتسهل الموضوع اكتر بكتير. صحيح، وان هالشيء بعد كل شيء تكتبينه حوله كآله كاتبه وايد حلو، يعني هتبقى تجربه مختلفه. اكيد. دلوقتي هروح معاكم لعالم الروبوتات، والنهارده جايبه لكم روبوت بيقوم بتعليب الطعام اللي بيتمتع بسلاسه تامة. تضيف هذه الروبوتات لمسة لطيفة لعملية تعليب الطعام، وبتستطيع هذه الروبوتات اللينة الإمساك بأشياء ذات أحجام وأشكال وأوزان مختلفة دون الحاجة لتغيير أدواتها، وذلك باستخدام قابضاتها اللينة المرنة والمعتمدة من إدارة الدواء والأغذية. يعني هذا أتوقع يستخدموها أكثر في المصانع. بطريقة أكثر بالتأكيد في المصانع اللي بتقوم بتعليب الطعام. صح، بس أعتقد إنها بعد لسه حركتها يعني توها مو مطورة أكثر عن الآلات. هي لسه في المراحل الأولى لتطويرها. بس فكرة بعد يعني جديدة، كل شيء جديد على فكرة إنه يتم الدراسة عليه أحياناً ويختبروه أكثر من مرة. يتم إقبال عليه أو ما يتم الإقبال عليه. أكيد. تعالوا نروح من عالم الروبوتات لعالم الطائرات، حيث تم ابتكار طائرة ورقية إلكترونية. بتطير طائرة DRT الورقية إلكترونيا، ويتم التحكم بها عبر تطبيق هاتفي، حيث يتم صنع الطائرة بطي الورق ثم إيصال الطائرة بالتطبيق الذي يتحكم بها، وتحتاج إلى مسافة 3.6 مترا كي تقلع، ويكفي أن تحرك معصمك لتجعلها تنعطف أثناء طيرانها، وتنفذ حركات مذهلة عند تحريك الهاتف وإمالته كالدوران حول محورها والطيران في حلقات، وهي
نتينة أيضا على الرغم من أنها مصنوعة من الورق، وذلك لأنها مدعمة بألياف الكربون والألياف الزجاجية القوية، وربما تكون أكثر الطائرات الورقية تطورا من الناحية التقنية. حبيت احنا ممكن يعني هذه هل في ورق مخصص لها او احنا نجيب فيه الورق من عندنا؟ بالتاكيد ورق بيصنع منه مخصص لها. حلو، حبيت. بس يعني نحن صغار كنا ناخذ شي الورقه كنا احنا اللي بنعمل الطيارات، بس مش الكترونيه، بتبقى طيارات ورق. بس تطير هذه لا، هذه تفضل طايره على طول، تتحكمي فيها. نقدر نتحكم فيها عن طريق التطبيق. شو بالطرشين داخلها؟ حلوه. ايش حرسل يعني لو احتجناها ممكن يعني والله صح تسوين فيها رساله، ممكن تفيدنا برشين شيء بسيط. هي ممكن استخدامها كمان اكثر انه كلعبه من الالعاب اللي ممكن نستمتع بها. اي صح، وايد حلوه صراحه. بس فكره الرساله هذه فكره جباره، فكره جديده شكلك. لا مو جديده، هذه من زمان، ما الاول طيارات الورق، كنا نبعث رسائل عن طريق طيارات الورق. وفي اخر خبر معنا النهارده هي عن سماعات تترجم اللغات فوريا. صممت سماعة يبلوت لتستقر في الأذن براحة وإحكام، ويتعرف نظام السماعة على الكلام وبيستخدم الترجمة الآلية ليترجم إلى أي لغة تستمع إليها، وبيشغل الترجمة مباشرة بعد الحديث. وصممت هذه السماعة من قبل المصمم أندرو أوكوا بعد أن قابل امرأة فرنسية لم يتمكن من التحدث معها. وبعد أوام من التطوير ستحطم بيلوت جميع الحواجز، ما يجعلها رفيق السفر الأمثل. بالفعل رفيق السفر الأمثل، ومنها الواحد يتعلم اللغات طبعا المختلفة، والتواصل يكون أسهل ما بين الأفراد. صحيح، خصوصا هني نحن ترى على فكرة أكثر الناس ممكن تواجه مع بعضها صعوبة كون تقابلين لغات مختلفة من يعني جنسيات مختلفة. أكيد والله صراحة، خصوصا اللغة الهندية صح، وعدة لغات الكوري والصيني واللغات. أيه، هذه طبعا بتسهل الموضوع للتواصل بطريقة كبيرة جدا. باي ذا واي إن هالفكرة موجودة في المؤتمرات، يعني هي عرضناها قبل كده فعليا، كانت موجودة معنا في خبر تكنولوجي زمان، إنه تم ابتكار برضو سماعة بيستخدموها في المؤتمرات للترجمة الفورية للغات. هي موجودة يعني من عدة مؤتمرات كنت أحضرها، إنه يكون موجودة هذه السماعة لترجمة اللغات والأشخاص اللي ممكن يحضرون من كافة الدول. بالتأكيد. دي كانت جولتي النهاردة في عالم التكنو نيوز، استنوني بأخبار تانية كتير يوم الخميس إن شاء الله. يا شيماء يعطيكي ألف عافية على هذه الجولة الجميلة. شكرا. مشاهدينا، نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ملتقى الأعمال والإعلام الثاني بفندق راديسون بلو في الشارقة بحضور 10 من ممثلي مجالس الأعمال وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وتهدف هذه الفعالية إلى دعم العلاقات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ رؤية واستراتيجية الهيئة المستقبلية. كما نظمت الهيئة معرض مصاحب للملتقى شارك فيه أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية ودولية تعمل في مجالات الطاقة والمياه. للمزيد مشاهدينا في هذا التقرير. طبعاً نحن اليوم نحتفل على السنة الثانية على توالي بتكريم مجالس الأعمال وتكريم وسائل الإعلام المختلفة. طبعاً السبب لأنهم دور كبير لهم الحقيقة خلال السنتين الماضيتين في ربطنا بالمجتمع، وكذلك مجالس الأعمال كان لها دور كبير بربطنا بالشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة ومجال المياه. مجال الطاقة ومجال المياه يعني هو محور عمل هيئة كهرباء ومياه الشارقة. العالم على مستوى العالم يمر في تجارب جدا صعبة إدارة الطاقة، خاصة يعني في سواء على دول المنطقة أو دول الدول العربية أو العالم أجمع. لهذا السبب الأمم المتحدة أرست ما يسمى 17 هدف الدولي للتنمية المستدامة، وال17 هدف يتضمن هدفين مهمين، الهدف الأول السادس هو إدارة المياه، والهدف السابع يتحدث عن إدارة الطاقة. عندنا بعض الشركات العارضة تجاوز عمرها في مجال إدارة الطاقة أكثر من 100 سنة، والهدف أن هيئة كهرباء مياه الشارقة والعاملين والمهندسين إلى جانب الشركات الأخرى العارضة تستفيد من تجارب بعض، وهذا بيرجع بالعائد حيكون على المجتمع. لما تكون شركات عالمية وشركات متخصصة وشركات لها باع كبير في مجال الطاقة ومجال التنمية،
ما في شك ان المجتمع هو حيكون المستفيد الاول بهذه الطاقه. الامر الاخر احنا نحاول نسوق له من خلال هذا التواجد الاعلامي وتواجد مجالس الاعمال المختلفه موضوع ساعة الترشيد. ربطنا يعني هذه ساعة الترشيد على مستوى الوطن العربي الآن، كنا في جامعة الدول العربية تحدثنا معهم وأصبحت من الأهم الأحداث اللي تكون على مستوى الوطن. الهدف منها الحقيقة يعني نشر الوعي اللي هي الترشيدي، خلينا نسميه بين الأفراد المجتمع عند المجتمعات مختلفة، لأن الحقيقة هذا القطاع كما ذكرت يعني أنا فني مر بتحديات، ولا بد هذه التحديات أهم تحدي لربط المجتمع بهذا التحدي حتى يكون للمجتمع أو للناس عامة الناس بشكل عام دور كبير في مجال يعني التنمية ومجال الترشيد. المنتدى يهدف إلى إبراز دور الإعلام في إبراز سيوة وإنجازات هيئة كهرباء مياه الشارقة ككل، وإلى أي مدى وصلت خلال الأعوام الأخيرة، حيث أن سيوة استطاعت أن تصل للعالمية عن طريق مجموعة من الإنجازات، فالإعلام يلعب دور بارز في إبراز هذه الجهات. من هالمبدأ كان ملتقى سنوي انعقد في عام 2016 والسنة للسنة الثانية على التوالي، وإن شاء الله منياتنا بالسنوات القادمة أن يكثر عدد الإعلام لأنهم هم الأساس لإظهار مظهر أي مؤسسة أو هيئة حكومية، وإن شاء الله إحنا نكون على اتصال وهالمؤتمر مستمر للسنوات القادمة، ونأمل أن يزيد عدد المشاركين من الإعلاميين معنا في هالمنتدى. حياكم من جديد مشاهدينا من بعد هذا التقرير. احنا في البداية تكلمنا وذكرنا اننا راح نتكلم عن الفن طبعا وعن الفن والأدب، وهذه من أجمل وأرقى المواضيع اللي ممكن أي شخص يتحدث حولها، ولطالما خدمت الأعمال الأدبية والفنية الحياة البشرية مشاهدينا على مر العصور، والتي تعمل على إقامة توازن بين المظاهر الروحية الداخلية للإنسان وأيضا مع الجوانب المادية في الحياة الإنسانية. أكيد يا خلود، وطبعا حول هذا الموضوع رح نرحب ويانا في الاستديو الكاتب كلثم الفلاسي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. احنا قلنا في البداية فن وأدب، وهذه من أكثر الأمور يعني المرموقة اللي ممكن الواحد يخوض في الحديث عنها، فما هو مفهوم الفن والأدب اليوم؟ شوفي، نطرق في البداية لمفهوم الفن لأنه أشمل من الأدب أوسع. صحيح. بالنسبة للفن طبعا قبل ما نذكر أي مفهوم نبدأ بالمفهوم اللغوي. الفن في اللغة يعني التزيين، ويعني أيضا التنويع، يعني نقول تفنن في الشيء، أبدع وزين، ونقول تفنن الشيء، يعني مثلا تفننت العلوم أي أنها اختلفت تعددت وتنوعت. أي نعم تعددت. أيضا بالنسبة للفن في الفكر العربي، الفن في الفكر العربي كان مصطلح الصناعة يطلق على الفن، أي أنهما مترادفان نفس المعنى. شو الرابط ما بين الاثنين؟ الرابط ما بين الاثنين أن الصناعة والفن يشتركان في الإجادة، يشتركان في إحسان الصنعة، يشتركان في التحسين والتزيين وما شابه. أيضا كان العرب يقولون أنها تفننت العلوم، أي تنوعت مثل ما قلنا. بالنسبة للفن في الفلسفة في البداية قيل أن كل ما فيه مهارة يعتبر فنا. صحيح. إلى أن جاء النقاد والمعارضين، فشو قالوا؟ قالوا أن ليس كل ما فيه مهارة يعتبر فنا. الفلاسفة اليونانيين قالوا أن نحن راح نميز ونفرق ما بين الفنون الصناعية والفنون الجميلة. فأفلاطون قال أن الفن هو كل ما مارسه الفنان بعيدا عن الحياة الاجتماعية وبعيدا عن الواقع المحسوس، وأنا أتفق معه في هذا الشيء، لأن الفنان من دون شعور ومن دون إحساس ممكن يرسم أو يخلق قصيدة تنعكس كل الأشياء عليه أيا كانت شخصيته. حلو. فهذا هو بالنسبة لمفهوم ما بين الفن والأدب. لا، هذا مفهوم الفن. بالنسبة لمفهوم الأدب، الأدب مثل ما قلت لكم هو أضيق من الفن، الفن أوسع. الأدب يعني يقتصر على التعبير الكتابي فقط. أحد أنواع التعبير الكتابي والأدب بشكل عام. التعبير الكتابي عن الأشياء، حيث أن الأدب يعكس
الظواهر الفكرية والحصيلة اللغوية لمجتمع معين أو لشعب معين. حتى كان يقول ماريا بارغاس يوسا أن الفن هو ما يعني يخلق الإنسانية. المجتمعات التي ترمي بالفن مثلما ترمي أي خطيئة عابرة، هذه المجتمعات تعتبر مجتمعات همجية تخلو من الروح أيضا تسمح باستعبادها، وهذا مؤسف. أي أن الفن إنسانية. وحينما سئل بورخس سؤال جميل قال أن كلما أسأل ما الفائدة من قراءة الأدب أود لو أنني أستطيع الإجابة بأن لا أحد يسأل ما الفائدة من تغريد الكناري، ولا أحد يسأل ما الفائدة من منظر الغروب الجميل، إنها حماقة. رائع جدا. كلثم ذكرتي عرفتي لنا مفهوم الفن بشكل عام والأدب وفرقتي ما بينهما، لكن تعالي مع بعض نجمع ما بينهما ونجمع هناك علاقة ما بين الفن والأدب. أي نعم، العلاقة ما بين الفن والأدب هي علاقة تكاملية، يعني الأدب لا يخلو من الفن والفن لا يخلو من الأدب. أكيد. كلهما امتداد للآخر. إذا جينا نتكلم عن مثلا إذا شفنا أي لوحة نحن نحتاج إلى كاتب يفسر هذه اللوحة، وإذا شفنا أي قصيدة أو أي نص نحن نحتاج للفنان كي يجسدها في جسد يعني تشكيلي مثل ما نقول أو لوحة أو أي شيء. مجسم أو لوحات أيا كان. أيضا العلاقة، أنا دائما أقول العلاقة ما بين الفن والأدب مثل العلاقة ما بين الدول والقوانين، لا تقوم الدول دون قوانين تحكمها. أيضا بهذا يعني أنه لا تقوم المجتمعات دون وجود القوانين التي تضبطها. أيضا نحن كبشر ومجتمعات لا ننهض دون وجود الفن والأدب، لأنهما يعني لا نستوي نحن دون فن وأدب مثل الميزان. صحيح. حلو، أنت قلتي يعني هي علاقة تكاملية. علاقة في الأخير معناها متى نقدر نقول أنه الفن والأدب يعتبر ضرورة ومتى يعتبر ترف في أي مجتمع؟ الفن والأدب شوفي هم دائما ضرورة. أنا أشوف الشخص اللي ما يقدر يفهم هذه الفكرة شخص لم يفهم الفن ولم يفهم الأدب بشكل كامل. يعتبر ضرورة متى ما توفرت المبادئ، متى ما توفرت القيم، متى ما توفرت الأهداف والغايات السامية. يعني لما يجي الكاتب، عندنا في المجتمعات وايد كتاب، بس ليش إن مثلا نقول هذا الكاتب برز وهذا الكاتب برز وهذا برز؟ لأن كل واحد كان عنده رسالة، كان عنده هدف في التغيير والتحسين وإصلاح الوضع. بالنسبة لمتى يكون ترفا، يكون ترفا حينما تخلو الرسالة، أو على الأقل أضعف الإيمان أن يمتلك الفنان أو الكاتب الأسلوب الجمالي والبصمة الخاصة. يعني في أشخاص مجرد تكرار، نحن لا نريد الأدباء والفنانين المكررين، أصلا العالم يغص بهذا. نعم، نحن نحتاج إلى التنويع، نحتاج إلى البصمة الخاصة. أي نعم. يعتبر ترفا أيضا متى إذا كان الهدف هو الشهرة. أبشع الأهداف من الفن والأدب الشهرة أو تحقيق الثروة، أو يكون هدف الأساسي بحق الشهرة. نعم، الهدف الأساسي أقصد. إنزين، كلثم ذكرتي ترابط الفن والأدب مع بعضهما البعض وجمعتي علاقة ما بينهما هي متكاملة، لكن هل فعليا تسهم ملامسة المحظور في الأدب في التأثير يعني كالقضايا الحساسة في التأثير بالرأي العام في المجتمعات العربية، ومن الممكن أن تغيره نحو الأفضل؟ هذا الشيء أكيد. يعني نحن لما نقول قلم بمثابة سلاح، لما نقول فن بمثابة سلاح، عندما يوجه السلاح تجاه شخص معين يهمه بالفرار والهرب، نحن نحتاج هذه الأسلحة. يعني أنا بعطيك مثال، أمثلة تقرب لك المعنى. عندنا غسان كنفاني رحمة الله عليه كان فنان وأديب في الوقت نفسه. الموساد تربصوا لغسان كنفاني وأرادوا اغتياله. لماذا؟ لأن قلمه، مجرد القلم، لأن قلمه يقوي في كل القضايا. صحيح. أي نعم، كانت عملية تنوير، وكان هذا الشيء يرعب الطرف الآخر، يرعب الشخص اللي يعني الذي يؤمن أن الأدب والفن بصيهما أن يثيران قضية. رسالة. صحيح. أي نعم، لأنهما ينوران. أيضا المثال الآخر عندنا أحمد مطر، حين سئل يعني في قصيدة يقول جس الطبيب خافقي فقال هنا الألم، قلت نعم، فشق بالمشرط جيب معطفي فأخرج القلم فأمال برأسه وابتسم فقال هذا قلم، فقال أحمد مطر ليس سوى قلم، إنما هو يد وفم ورصاصة ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. يا سلام. يكتفي هذه الأمثلة. صحيح. لا شك كمان أيضا أنه أقلام الكتاب تختلف قوتها من كاتب لآخر. أيوة. واتجاهات كل كاتب أيضا مختلفة. أيوة. فاليوم هل الكاتب اللي يكتب ويناقش قضايا مجتمعه أيا كانت القضية، هل هذا الشيء يعزز من مصداقيته لدى القراء؟
شوفي هي مش مسألة مصداقية، مسألة تقبل. يعني نحن الحين والله واقع القراءة مؤسف جدا، لأن نحن كقراء يعني، أو أنا بتكلم عن اللي تناقشت معاهم وتكلمت معاهم، يعني ينتقدون العمل الأدبي دون النظر إلى الواقع الذي نشأ منه هذا الأدب. نحن عندنا تصنيفات للأدب، نقول في أدب فرنسي، في أدب مثلا إماراتي، في أدب خليجي، في أدب روسي. الأدب الروسي معروف بالإنسانية العميقة، لكن لما نجي ونقول والله فلان كان يعني، كيف أوضح؟ أها طافت الفكرة. بما نحن بما أن نحن يعني خلينا نقول ذكرنا بعض الشيء ووصلت نضوء على بعض النقاط الجميلة، نعود يعني نذكر نقطة مميزة ألا وهي الأهازيج الشعبية. خلينا نعرف سويا بوقت أو بوقت ملحوظ أو قصير ما هي الأهازيج الشعبية وما هي دورها من ناحية التربوية والاجتماعية وأيضا ما تأثيرها بشكل مختصر. طيب الأهازيج الشعبية هي تعتبر جزء من الأدب الشعبي، تمام؟ الأهازيج هي عبارة عن إنشاد شعبي يعبر عن الـ يعني إنشاد شعبي يكون باللهجة المحلية الدارجة، يناقش بعض القضايا الهامة، يناقش القضايا السائدة في هذا المجتمع. طبعا هناك أهازيج كان لها دور في التربية، كان هناك أهازيج لها دور في التعليم، وهناك أهازيج لها عمق تاريخي مثل أهزوجة أم الغيث التي كانت سائدة في الخليج والكويت وأيضا بلاد الشام. ولا شك أنه هي في الأخير تعكس ومرآة تعكس حضارة وثقافة العديد من الشعوب. نشكرك جزيل الشكر الكاتبة كلثم الفلاسي على وجودك ونتمنى لك كل التوفيق. إن شاء الله. كان ودينا أن نستكمل الحديث أكثر وياك، إن شاء الله نلقاك في حلقات قادمة. نلقاك في حلقات قادمة إن شاء الله، وتحدث عن كتاباتك وأيضا عن المواضيع اللي ما لحقنا أن نتكلم إن شاء الله بإذن الله. ننتقل وياكم مشاهدينا إلى نهاية الطبق والشكل النهائي مع الشيف وديع الكشيف. طبعاً أعزائي المشاهدين مثل ما شفتونا بسياق الحلقة، عملنا طبعاً فخاد الدجاج مع البطاطا بالفرن، وعملنا طبعاً الفطر معه الحب، وعملنا طبعاً طبق رز جانبي على جنبه، وعندنا كمان طبعا المغلي، مغلي مثل ما شفتوه مزيني وحلو كتير، وبنرجع لوعد وخلود. يعطيك ألف عافية شيف، وصلنا مشاهدينا للنهاية وختام حلقتنا لليوم من صباح الخير يا وطن من مختلف المواضيع والفقرات. نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة ومختلفة. إلى اللقاء في أمان الله.